الصحراوية، وكذلك ما تأثير على عمل التفاوض حول أقاليمنا الصحراوية؟ شكرا. شكرا سيد نائب، لكم الكلمة السيد وزير، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، أشكر السادة النواب المحترمين الذين أتاحوا الفرصة بمناقشة هذا القرار، ويمكن أن أقول أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2044 هو قرار تقليدي يصدر مرحلة بعد مرحلة على حسب تمديد لمهمة المينورسو في القرار السابق. هذه سنة صدر القرار السابق، هذه المرة صدر واحد القرار، وهذا القرار ديال مجلس الأمن إلا بغينا أولا نقيمه هو كقرار ثم نرجع للحيثيات ديالو، يمكن أن نقول أولا بأن هذا القرار إيجابي في عمومه، إيجابي في عمومه لسببين. أولا من ناحية السياسية يمكن أن نجرد نديروا الجرد ديال الأمور اللي نص عليها القرار، واللي في أغلبها هو امتداد لما نص عليه قرار سابق بل القرارات السابقة. بطبيعة الحال أولا مدد القرار مهمة المينورسو لسنة أخرى دون أن يستجيب للضغوط ولمطالب الخصوم الذين حاولوا تمديد مهمة المينورسو إلى حقوق الإنسان وإلى من ناحية السياسية أيضا. فشلت هذه المهمة على الرغم من الضغوط الكبيرة، وغادي نرجع لهذه القضية قليلا. ثانيا أشاد القرار مرة أخرى بالمبادرة المغربية، وأكد كما أكد القرار السابق وكما أكدت القرارات منذ 2007 على أن الجهود المغربية في هذا المجال هي جهود جادة وذات مصداقية. هذه هي التعابير التي تستعملها قرارات مجلس الأمن تلت أربع سنوات الأخيرة. ولكن أيضا ثالثا أشاد قرار مجلس الأمن بالتحولات السياسية اللي وقعت في المغرب، بالإصلاحات السياسية، بفتح ممثليتين لمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون وفي الداخلة، وأن هذا وفاء بالتزامات المغرب اللي كان نصت عليها قرار سابقة، وهذا بالنسبة لنا أيضا شيء إيجابي. رابعا نص القرار على استمرار تأكيد مجلس الأمن على أن حل مشكلة الصحراء هو حل سياسي، وأن هذا هو المدخل الوحيد وهو المدخل الحقيقي لإنهاء النزاع، وهذا شيء مهم أيضا. رابعا يعتبر أو خامسا يعتبر قرار مجلس الأمن أن هذا الحل السياسي يرتكز على التوافق بين الطرفين عن طريق مواصلة المفاوضات، وهذا أيضا انتصار للمغرب وخروج من حالة الجمود، وانتصار أيضا للمقاربة المغربية لحل هذا الصراع الذي دام لهذه الفترة الطويلة. إذن هذه هي عموما من ناحية السياسية، لكن من ناحية الإنسانية يمكن أن نقول أن قرار مجلس الأمن سجل مرة أخرى ضرورة إحصاء اللاجئين الموجودين في مخيمة تندوف، ونحن طالبنا بأن يكون قرار مجلس الأمن أقوى على هذا المستوى، ولكن لم يكن في مستوى القوة الذي كنا نرجوه. لكن أرجع إلى البداية، هو هذا القرار دي مجلس الأمن جاء نتيجة مسلسل، وهذا المسلسل جاء قبل منه واحد التقرير، وهذا التقرير عنا عليه اعتراضات كثيرة، وقد عبر المغرب رسميا من خلال الممثل الدائم هناك عن اعتراضاته على هذا القرار. وقت السيد وزير، وأتمنى أن تتوح فرصة أخرى لمناقشة الموضوع، وشكرا. شكرا لكم الكلمة السيد نائب في إطار تعقيب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، نحن نشيد بهذا التطور على مستوى الأداء الدبلوماسية المغربية في موضوع كنظن بأن جميع المغاربة مجمعون على الأهمية دياله والحيوية دياله بالنسبة لبلادنا. وفي نفس الوقت هذا القرار إن دل على شيء فهو كيدل على أن جميع المحاولات اليائسة ديال خصوم الوحدة الترابية ديال بلادنا اللي حاولوا يشوهوا الصورة الحقوقية ديال بلادنا أنها لم تنطلي على المنتظم الدولي. والملاحظات اللي شرتوا بالنسبة للتقرير الأممي أكيد أنه ينبغي أن تكون جهود مضاعفة من أجل إعطاء الحقيقة لما يجري بالمناطق ديالنا الجنوبية من تطور على المستوى السياسي والتنموي. وكذلك نقدر على أن هذا الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار سياسي يستوعب التطورات اللي عرفتها بلادنا ويثمن التطور الديمقراطي اللي كنعيشوه كنموذج مغربي متميز، ينبغي أن يجد الصدى ديالو في إطار الأصدقاء ديالنا على المستوى الدولي، لكن في إطار تفعيل شامل لكل المتدخلين في صناعة القرار الدولي. نثمن هذا التطور، لكن في نفس الوقت نقدر بأنه ينبغي سيد الوزير أن تكون جهود مضاعفة بإمكانيات ووسائل، أولا من خلال تفعيل الدبلوماسية المبادرة اللي كتبشروها،
ثانيا تفعيل الدبلوماسية الشعبية الموازية، إشراك الدبلوماسية البرلمانية من أجل الدفاع عن القضية الوطنية ديال بلادنا، ثم أن يكون لدور المجتمع المدني وللجمعيات من المناطق الصحراوية دور أساسي في الدفاع على هذه القضية وفي إعادة الأمور إلى نصابها، مع الإشارة إلى ما يعانيه المحتجزون في تندف من معاناة، وأن الوضع الحقوقي الذي نبغي أن يتحدث عليه هو هذا الوضع ديال المعاناة. نقدر بأن هذا القرار جاء فعلا باش يبين بأن الجهود ديال المغرب جهود على مستوى إعادة الاعتبار للوضع السياسي في المنطقة. نقدر بأنه الجهد السياسي مطلوب، نحن نعيش مرحلة ديمقراطية جديدة، دستور جديد ينبغي أن يجد في ظل الجهوية المتقدمة مدخلا حقيقيا لمعالجة هذا الموضوع. شكرا.